والله شوف، أنا قلت لدي النية ولم أقل ترشحت، لأنه ما زال هنالك شيء من الشك في قلوبنا. لابد أن لا نخفي هذا الشك، وإنما نحتاج إلى مزيد من الثقة. السلطة التي نصبت فيها شخصيات تعطي أملا أن انتخاباتنا ستكون نزيهة، حرة ونزيهة. بعض المعلومات التي تسرب من هنا وهناك أن هنالك مرشحين للسلطة، وأنا ما أعتقد بأنه يمكن أن يكون مع تصريحات المؤسسة العسكرية بأنه انتهى عهد تعيين الرؤساء، وإنما هنالك ممارسات إعلامية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي توحي بذلك، ولكن هذا أعتقد بأنه من ممارسات الذباب الإلكتروني. الجانب الثاني أنه نحتاج إلى بعض الإشارات القوية جدا، وأقصد استقالة أو إقالة الحكومة، التي ستعطينا الإشارة العظيمة إلى أن نقدم على هذا الأمر أو نحجم عنه. أؤكد لك الآن، لو يستقيل أو لو يقال فإنني سأترشح بإذن الله. أنا ألفت في الاقتصاد الجزائري، ولا أتكلم من فراغ، ألفت في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمصير الاقتصاد الجزائري، وبإذن الله سيكون هنالك فكر جماعي من أجل أن يكون لدينا برنامج متوازن لكنه يحمل بعدا اقتصاديا بالدرجة الأولى، ثم بعدا اجتماعيا، ثم بعدا تربويا. سيكون العلم هو الأساس في بناء أي منظومة اقتصادية اجتماعية ثقافية تربوية نقوم بإطلاقها واقتراحها للمجتمع الجزائري. لن يكون إلا العلم، على أسس علمية سنبني برامجنا. والآن الأمور الأساسية للبرامج، محاور العمل للبرامج موجودة، يبقى التفاصيل هي التي سنتفرع وندقق فيها إن شاء الله.